تم الكشف عن النموذج الخاص بهاتف آيفون 6 الجديد الذي يجمع بين الجيل القديم من هواتف أبل الذكية بالتصميم الخاص بهاتف جوجل نيكسس، وجاء الهاتف من دون أزرار خارجية ومن دون زر أوسط، إذ يعتمد بديلاً على لوحة استشعار سفلية. يضم الهاتف تقنية تاتش آي دي لاستشعار البصمات وتقنية التعرف إلى الإيماءات والتنبيهات عبر لون LED في حال ضبط الهاتف على الوضع الصامت، وتم تحويل أزرار الطاقة والصوت والوضع الصامت نقاط استشعار انتقلت إلى أعلى الهاتف، وهو ما يساعد المستخدمين على الإمساك بالهاتف بالطريقة التي يحبونها. ولا تظهر نقاط الاستشعار هذه إلا عند الحاجة فقط، إذ إنها تضيء حين يحتاج الشخص إلى استخدامها وتختفي حين تبتعد الأصابع عنها. وقالت تقارير إن ارتفاع الهاتف سيبلغ 4.72 بوصة وعرضه 2.36 بوصة وعمقه 0.25 بوصة.